صباح الخير عليكم البنات. انا كنقول لكم صباح الخير لانه الصباح دابا لقيتوني عاد صيفطت ولادي للمدرسه من اللي فقنا صلينا. ماما حتى هي فاقت من ديك الساعه وهي فايقه، لقيتوها كتصيب لينا فواحد الرغيفات ناكلوا الرغيف ديالها قبل ما تمشي. سبحان الله العظيم حاجه الوالدين، واخا تعييت تديري ما تجيبيش بحالها، كتجي عند واحد البنا خلاص انا خلاص راه كنبان لكم راني مهلوكه. ايوا كنبان لكم راني مهلوكه والله الا الليله ما نعستش مره هكا السعله. المهم الحمد لله الحمد لله. لا سخانه لا ماما، لا ماشي سخانه ديال هكا السعله ما بغاتش توقف وصدري كامل كيحرقني الحمد لله. المهم انا نوريكم ماما شنو كتصايب الرغيفات ديالها. المهم انتم البنات الرغيفات ديال ماما قداتهم صلات صافي، بقات مسكينه فايقه دير مزويته الزيتون. زيت الزيتون حنا ما كنديرش. سلمي على البنات ماما. السلام عليكم يا البنات، خوينا راه حنا مقجوشين ما كنهضروا الصوت والو. طيب معانا الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين امين رب العالمين. راه حنا غنمشيو ان شاء الله ما غيمشيو عند بنتنا اخرى، غيمشيو عند بنتهم الاخرى عاد يمشيو لبلاصه اخرى. ايوا الحمد لله مره اخرى ان شاء الله نتلاقاو. هادو هما الوالدين كما كيكبروا كيبقاو راهم خاطر كل واحد، راكم عارفين كل واحد عارف اللي عندو الوالدين ما عندوش الله يجربي نكون معاه امين رب العالمين نكون مع الجميع. نديروا لي الخاطر لي كل خلطك خاطر الواحد كل واحد دير لي خاطر. ايوا الله يجزاكم بخير. هاي كان هضروا زعما لا لا مكير من الدوزي شفتو انا قلت لكم واخا انايا ندير في الرغيف ما نجيبهمش بحال ديال الماه ها ديال المرض هذا الرغيف ديال ديال المرض. لا لا مزيونين ها ديال المرض هادو. انا لقيتوني دابا غنقطع شي كريميسات صافي من كريميسات هو الوقت كيدوز باش نمشيو ان شاء الله يا ربي الوقت كيدوز. قلت لكم البنات غنكملوا باش نوجد هكذا الفطور. المهم انا لويت السنيه باش نهضر معاكم عاد حتى نجي ان شاء الله عاد نشوف لا قديت. المهم البارح راه طحت كا وما جمعت لا كوزينه لا والو. ماما حتى هي مريضه، ولادي عندهم امتحانات. المهم خليت كل شيء مشينا نعسنا، قلت لها حتى الغدا الا صبحت شويه مرتاحه وان شاء الله نجمع هذا الشيء بشويه بشويه ماشي مشكل. منكونوا مرض نعطيو راسنا الراحه حتى نرتاحوا. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم انتم معانا النهار صافي البنات لقيتونا خارجين غادي ندير نوصلهم. ما غاديش يمشيو في البوس، غادي يمشيو مع واحد السيد كنعرفوه غادي يديهم حتى للدار احسن من البيس وعندهم ثقل شويه. صافي هادشي اللي كاين دابا لقيتوني غادي نوصلهم عندهم. ما يقدرش يدخل هنا غادي يتعطل في السونتر هنايا، نتوما عارفين سيمافوروس بزاف
الطريق عامره كتكون هاد الساعه. ايوا هادشي اللي كاين بيننا تمام. هما سخاو بينا وغاديين في حالهم ياك ياك با ما سخيناش حتى من البلاد كلها كاع ماشي غير بكم توها. ولكن هاتي الظروف ولكن الظروف هي اللي جعلتنا نمشيو بلا هوانا. ان شاء الله دابا نرجعو وقت اخر ان شاء الله ديال الوقت نحيد هاد المرض اللي كاين. عايش بنادم ماشي مفزوع يعني والحمد لله. الله يرفع علينا هذا البلاء. امين امين يا رب. اللي كاين احنا راه خارجين شويه معطلين اللهم امين. وعلى برد عندنا هنايا على برد ما نعاودش ليكم. تقلبات تقلب الجو ضربه وحده الصيف ما يمرض الواحد. الصيف الناس مرادين هنايا دابا بالقريبين البارحه ماما في البيس ملي كنا في البيس ملي كنت سعل بحال هكا كنكحب كيدور كيبقى يشوف اللي في البيس كيشوف يا كنقول لها يخافوا مني يهربوا مني نبقى حابساها حتى كنتيف عاد كنطلق جات حفظنا من عنده وصافي جات كتغلبنا حنايا. ايوا حنا كبشر ضعافين الحمد لله على قدر الله. الله يقدم معنا ربي معنا الله سبحانه عز وجل معنا. اللي كاين هنا راه قريب الحاله طورينو كيف قريب الحاله تما طورينو قريب علينا حنا بزاف ولا باغي نمشيو غير لطورينو عادي يكملو ماشي ماشي بعادين بزاف يعني ما عندهمش الطريق بزاف في 3 ساعات هكاك ولا 3 ساعات ونص ماكسيمو الا وقفوا بزاف. سبحان الله العظيم طورينو ما بعيداش على هنا بزاف وشميشه وعندهم الجو زوين. هنايا والو هنايا البرد الشتا دابا راه تقريبا شي 15 يوم وحنا بحال هكا قليل فين كتخرج وحده الشميشه. لا هاد العام جاني بدا فصل الشتاء بكري ماشي بحال العام اللي فات. العام اللي فات داز الخريف وعاد جات الشتاء. ايوا الحمد لله ديما فرنسا. المهم البنات صافي وصلتهم نتياو كدبش عليكم الصراحة لهلي حرم شي واحد من الوالدين ديالو اللي والدي بالحياتي تهلا فيهم تهلا فيهم. هادشي اللي كاينو واللي ما عندوش وماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم صراحة الوالدين ما شي حاجة اللي ما كتكررش في الحياة اللي ما تقدريش تحوديها. انا العادي ما عرفتش فين نمشي دابا نمشي للدار خاويه ما قدرتش يعني نمشي للدار ومشاو
بقيت واقفه هنايا ما قدرتش نمشي للدار والو، لان كذبش عليكم يعني الوالدين حنا ديما مولفينهم خلاص ملي كيجيو بحال هكا، وخصوصا هنا في الغربه وما عندك حد، وهذا يعني ملي كيكونوا معك والديك كتحسي بالدنيا كامله معك. سمحوا لي البنات، والله البنات شنو نقول لكم، ملي كيكونوا معك الوالدين كتحسي براسك بحال عندك الحمايه، سبحان الله العظيم، بحال كتحسي براسك كترجعي بحال داك العهد اللي فاش كنتي في الدار ديالكم، كترجعي تفشي عليهم، كترجعي تحسي براسك مهم، ماشي بحال بوحدك دابا بحال البنات اللي متغربين كاملين راه يحسوا بيا. شنو كنقول، مهم كلمات خانوني، البنات اللي متغربين كاملين يحسوا بيا شنو كنقول. يعني ملي كتكوني مع والديك راه ماشي هي بحال بعادين عليك، كتحسي بهم في شي دوله اخرى، ولادك تحسي براسك مسافه بينك وبينهم، راه ماشي هي ملي كيكونوا حداك. ايوا الحمد لله وصافي، الله يوصلهم بخير وعلى خير، هادشي اللي كاين، والله يقدرنا على الرضا ديالهم. هذا ما كانتش اللي بغيت نقول لكم البنات، اللي عنده والديه عايشين في الحياة يتهلا 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 فيهم، ولو غير بالكلمة الطيبة، ولو بأي حاجة، راه ملي كيكونوا حدانا كتلقاو كنقولوا لنا وقلتوا لنا وهادي وهادي، ولكن راه شنو نقول لكم، ملي كيبغيو يبعدوا عليك راه سبحان الله العظيم، دابا هما غاديين كيشوفوا فيا، كيطلعوا عليا من السرج من الطوموبيل هكا، كذبش عليك بحال لا مارت، شنو داو معاهم. الحمد لله، الله يوصلهم بخير وعلى خير، والله يلاقينا شي ساعه مباركه. المهم دابا انا نمشي للدار، ما عنديش فين نمشي، انا اصلا مريضه، كنت غنمشي للطبيب اليوم ولكن ما قدرتش نمشي، غنبقى جالسه في ليرجونس، وانا يعني هي انا شويه ما نكذبش عليكم ما قادراش نبقى جالسه. المهم عندي الدواء، المهم انا نشوف نمشي للدار ونشوف واش غنكمل معكم هذا الفلوغ. سمحوا لي البنات الا فكرتكم شي حاجه، ولا فكرتكم في والديكم بعادين عليكم، سمحوا لي بزاف. والبنات اللي ما شافوش والديهم هاد العام، البنات اللي في الغربه وما مكتبش ليهم انهم يشوفوا الوالدين ديالهم، سمحوا لي بزاف لا فكرتكم هادشي اللي كاين، وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هاد البلاء وتقدوا الامور وكل شيء يرجع كيف ما كان، وكل واحد اللي عنده والديه يتلاقى بهم خوته وعائلته، لان بزاف د البنات اللي كنعرفهم هاد العام ما قدروش يشوفوا والديهم مرادين، يعني ماشي الناس يعني عادي، ما مراد ما والو، يعني ملي كيكونوا الوالدين مراد والناس كبارين كيبقى بالك معاهم كثار، كيوليو بزاف الحوايج يجيو لك في بالك، كتقول عندك ما نتلاقاش معاهم، عندك ما نعاودش نشوفهم، عندك هادشي اللي كاين البنات. مهم نقول لكم الله يرفع علينا هاد البلاء يا ربي الحبيب، هاد الوباء هذا راه شنقول لكم ركب الرعب في كل شيء. سمحوا لي البنات، مهم الله يوصلهم بخير، والله يلاقينا معهم شي ساعه الخير. هادشي اللي كاين، غنمشي للدار دابا البنات، واخا ما عرف راسي اش غنمشي ندير، حتى راجلي اليوم غادي يجي معطل من الخدمه، ولادي في المدرسه نتوما عارفين، الحمد لله وصافي. هادشي اللي كاين، يلا البنات سمحوا لي، عرفتي راه مشاو قبيله تيداهم الراجل، بقيت هنا بكيت بردت، ما كنبغيش نبين ليهم، ولكن مهم قلت غنهضر مع البنات هكذا، نوصيكم على الوالدين البنات، اللي حداه والدي راه حداه الجنه عندك، قال لك مادام الوالدين ديالك في الحياه، كاين واحد المقوله كتقول مادام الوالدين ديالك في الحياه فباب الجنه مفتوح لك، نهار كيموتوا كيتسد هذاك الباب، بمعنى الواحد يتهلا في والديه بقدر الاستطاعه. انا قلت لكم ولو غير بالكلام الطيب، ولو غير يدير لهم خاطرهم اي حاجه، الوالدين صافي غير ملي كيكبروا كيتبدلوا، ما كيبقاوش بحال كيف ما كيكونوا، ولكن شنو نديروا حنا،
خصنا نديرو معاهم الخاطر كيف ما هما داروا معانا ملي كنا صغار. خصنا نديرو معاهم الخاطر، نجلسوا معاهم، نهضروا معاهم، نساو علينا التليفونات، نساو علينا مواقع التواصل، نتواصلوا مع الناس ايه ولكن في الحدود، ماشي بحال ملي كيكونوا معانا. ونعطيهم وقتهم ونجلسوا معاهم حتى هما مساكن راه كيبغيو يهضروا معانا ويجلسوا معانا ويجمعوا معانا، لان كنتوما عارفين ملي كيكبروا ولادهم كيتزوجوا كيبقاو غير بوحدهم كيحسوا بالقنط. ايوا الحمد لله دابا بالنسبه ليا انا ماما يعني وبابا هما غيمشيو عند اختي يجلسوا معها حتى هي واحد السيمانه، عاد غادي يمشيو لعند خويا يعني تما فين كيجلسوا بزاف، تما فين عندهم الطبيب ديالهم وعندهم هكا عندهم يعني الوريقات ديالهم وكل شيء تما حدا خويا فين كيصيبوا كل شيء. هادشي اللي كاين البنات، مهم نخليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله من بعد.